ما عندناش بزيت. برشا طبعا نعرفهم. يقول لك سي حم عمر ما عندت انا عمر ما وكنت انا قد ما تكون بحتاج قد ما انا نشجع قد ما نحس بالنسبه لراس قناتها قوي برشا تمويل. نحبكم ديما حاضرين وديما مع بعضنا. الواحد راه ما تصفقش انا وحدي ما لازم نعمل حد شجع. انتم معي مش بس انت دعم راه بقول لكم بكري يكفي وانا مانيش ما عادش اون دافير تو مش نعطي ديزافير واحد انا لي دو فوتبول بالهومبول بالبولي بول فهمتني راه حاسين نسيت هاي ظروف ساعات انا قاعد خسارة من حبيب نجيب مرة هذه فرحانين ورابحين ان شاء الله المرة الجاية نكون خير هالسابع خير هالسابع نحسبكم مرة عنا يكفي دوركم يكفي أكثر من دعم وكل حكم ديما قرار جمعيكم أنا نمشي يجي لي بعد ما نكون هو الصحيح جمهور الترجي أحباء الترجي هما أبجد وهما معناتها هذيك اللي يكون مش معناتها راهم الدعم الدعم يمشي ويجي أما أنتوما جمعيكم تحكوا معكم ونحب راهم شوف انا سبب نبدا انتم قراب نبدا فرحان وهذا اللي يقول لك انا متغشى نتعرف مع فلان جميل انا قبل بيت نحب كان جمعيات بالعكس فما ناس يقول لك الجمعيات دخلوا يحبوني تاع نحب الناس كلها من سر الكرام حتى حد مثال احنا متروبين نحب هكا ريت الجمهور نتاعنا بصراحه ما تشوفوش مشينا اون ديبلاسمون ولا ريتهم في فيراس يعملوا كيف الناس كل راهي تشكر وفما ناس يحكيوا لي عبد الرجل وتمشي في مصر يقول لك ترجل اسمها كبيرة اسم ترجل هو كبير برشا وباش كبير مع باش وبرجال ولهذا كونوا ديما حاضرين يا تونس صاحبي